أهلا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم مجلة الأسرار. تعتبر شخصية بروسلي شخصية يعرفها الجميع بالرغم من موته في سن صغير نسبيا، إلا أنه ترك أثرا جيدا بين الأشخاص سواء من كان يعرفهم شخصيا أو من لم يكن يعرفهم. وفي هذا الفيديو سوف نكشف لكم العديد من الحقائق حول إمكانية امتلاك بروسلي العديد من القوى الخارقة، لذلك فسوف نشارك معكم أهم 10 حقائق تثبت أن بروسلي شخص خارق القوة، فابقوا معنا. ندعوكم مسبقا للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جديد فيديوهاتنا. فلنبدأ. علم التنين. كان بروسلي مهووسا باللياقة البدنية، كما قالت أرملته السابقة فإنه لا تمر عليه أي دقيقة بدون أن يقوم بالحركات الرياضية حتى وهو يشاهد التلفاز، فكان يمارس الحركات الرياضية في كل وقت، وكان مما يركز عليه تقوية عضلات القلب وتقوية منطقة المعدة، حيث يعتقد أنها مركز طاقة جميع حركات الجسم، ومن ثم فهي مهمة في فنون الدفاع عن النفس. لهذا اخترع بروسلي تمارين علم التنين، وهي تعتبر أحد أصعب التدريبات الأساسية، وذلك لتقوية عضلات القلب وعضلات منطقة المعدة لكي تكون حصنا حصينا ضد اللكمات والركلات. تناول الأرز مع عيدان الطعام الصيني. لقد تمرن بروسلي على صد اللكمات والهجمات التي يواجهها من طرف خصمها، وذلك بممارسة بعض التمارين الغريبة بعض الشيء، فقد تمرن على عيدان الطعام. نعم، استخدم عيدان الطعام لالتقاط حبات الأرز قبل أن تسقط إلى الأرض، وهذه التمارين تساعده على التركيز في صد اللكمات قبل أن تصله من خصمه، وهذه تعتبر إحدى الفنون العسكرية. كان قوية للغاية مقارنة بحمل الحقائب الثقيلة العادية. في ذلك الوقت كان بروسلي يستخدم آلات التمارين الخاصة به والفريدة من نوعها، والتي يستحيل أن نجد أغلبها في هذا الوقت، فقد صممت خصيصا لأجله وحسب رغبته، وذلك من قبل صديق مقرب له يسمى جيمس لي، وكانت بعض هذه الآلات بناء على طلبية بروسلي، والبعض الآخر كان يصمم من أجل حاجته لذلك تماما، مثل الحقيبة الخاصة به والتي يوجه إليها لكمات قوية وركلات قوية للتدرب على صد هجمات الخصم. فكما نعلم الكونغ فو ليس للهجوم بل للدفاع عن النفس، ويستخدم في الخير بدل الشر. تزن حقيبة بروسلي الخاصة به ما يقارب 80 رطلا، وهذا جعل الجميع يسخرون منه، ولكن كان وزن بروسلي ما يقارب 300 رطلا، لذلك هو لم يصمم هذه الحقيبة للتباهي بها، ولكن كان لا يريد أن يحمل وزنا أقل من ذلك لأنه يكسره بشكل لا إرادي. تمارين الضغط. لا أحد يمكنه منافسة بروسلي في تمارين الضغط، فقد تمكن من ممارسة تمارين الضغط بإصبعين فقط، وذلك أمام أعين الجميع، فقد استخدم إصبعين من يد واحدة وليس يدين اثنتين، ويقوم بعمل 50 عدة تقريبا في المرة الواحدة. لكمة البوصة الواحدة. استطاع بروسلي أن يوجه لكمات وركلات قوية من بوصة واحدة، وذلك لرجال أقوياء ومدربين للغاية، وقد تمكن من هزيمتهم بكل سهولة في العديد من المقابلات الرياضية والمنافسات، وكذلك في أرض الواقع عند الاشتباكات بالشارع. فقد لا تصدق أنه قام بذلك بلكمة واحدة من ذراعه ما لم تراه بعينيه. لا أحد يمكنه لكمه حرفيا. كان بروسلي يأخذ وقتا كبيرا في مواجهة الأشرار في الشوارع للدفاع عن حقوق الناس، لأنهم كانوا في وقت السبعينات لا يملكون القوة للمحاربة، وفي جميع معاركه لم يتمكن أي من خصومه توجيه لكمة واحدة إلى وجهه، حيث كان سريعا للغاية وتدرب على ذلك لفترة طويلة. يستطيع انتزاع عملة من يدك واستبدالها بعملة أخرى، وذلك بسرعة فائقة. كانت سرعة بروسلي أسطورية، حيث كان يطلب منه في بعض أفلامه أن يبطئ سرعته قليلا لكي تلتقط الكاميرا ما يفعله، وقد كانوا في بعض الأحيان يبطئون المشاهد بواسطة المونتاج لكي يقنعوا المشاهد بأنه سريع وأن تلك المشاهد حقيقية، فقد يظن المشاهد أنها كلها مزورة ومصرعة بالمونتاج، ولكن في الحقيقة عكس ذلك، فقد كان بروسلي سريعا للغاية. لذلك فمن أكثر الأفعال التي قام بها بروسلي والمثيرة للدهشة كثيرا أنه يستطيع أن يستبدل عملة واحدة من يدك بخفة بعملة أخرى من نوع آخر بدون أن تلمحه أو تراه عينيك، حيث يضع بروسلي عملة على يدك ويطلب منك أن تغلق يدك، ولكن
قبل أن تقوم بغلق يدك يقوم باستبدالها بسرعة فائقة، وهذا ما تدرب عليه للغاية. إنها الكونغ فو. كان سريع للغاية أمام الكاميرات وأثناء التصوير. كان الجميع يلاحظ سرعة بروسلي الكبيرة أمام الكاميرات، وقد كان يظهر على أنه شيء من السحر، حتى أنه طلب من بروسلي أن يبطئ حركته لكي يظهر بشكل منطقي. قام بخلع كتف شخص ما بصفعة واحدة، كما سبق لنا وأشرنا إلى أن بروسلي له معدات تدريب خاصة به، وكان يتدرب معه بعض الأشخاص، ولكن بروسلي يمتلك قوى خارقة تفوق أولئك بكثير، حيث لوحظ بأن بروسلي قام بخلع كتف شخص ما بتوجيه صفعة واحدة إلى ذلك الشخص فقط. ركلاته كانت تجعل الأشخاص تطير في الهواء. على الرغم من هذه القوى الخارقة التي يمتلكها بروسلي، إلا أنه لم يظهر قوته الحقيقية، حيث كان يمكنه أن يتسبب في إصابات بالغة، حيث كان بمقدورها أن يسبب إصابات بالغة للعديد من الأشخاص بمجرد الوقوف بجانبه. كانت أحد مقتنيات بروسلي هو درع التدريب، حيث كان يأخذه معه إلى كل مكان ينتقل إليه، وقد كان يطلب من الناس أن يحملوه ويسمحوا له بركله فقط، حيث لوحظ بأن في ركلاته قوى خارقة تجعل هؤلاء الأشخاص يرتفعون في الهواء بسبب ركلة واحدة فقط، وهذا ما وجدوه مدونا أيضا بعد موته على قبره. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو إن نال إعجابكم، وشاركوه مع أصدقائكم. كما لا تنسوا الاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها حلقات مجلة الأسرار. والسلام عليكم.